بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. في هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء يقول الله جل وعلا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية، إن هذه نافية، يعني ما من قرية إلا سنتولى تعذيبها. ما من قرية، ما هذه القرية؟ قرية مؤمنة أو قرية فاجر أهلها؟ قولان للعلماء رحمهم الله: ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها. قال بعضهم: هذه القرية قرية مؤمن أهلها أو فجار أهلها. فإن كان أهلها مؤمنون فالله جل وعلا يهلكهم بالموت، وإن كانوا فجرة يهلكهم يعذبهم جل وعلا بالعذاب الأليم. القول الثاني أن هذه القرية قرية كافرة، قرية طاغية، يتولى الله جل وعلا تعذيبهم قبل يوم القيامة، إما بالهلاك والدمار الكلي، وإما بالعذاب المنزل عليهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها. إذا ظهر الزنا والربا، الزنا في الفروج والربا في الأموال، إلا أذن الله بعذابها، سلط الله على أهلها عذابا من عنده. إلا نحن مهلكوها أو معذبوها أو مهلكوها قبل يوم القيامة. أما يوم القيامة فيهلك الله جل وعلا الناس كلهم، ما يبقى منهم أحد، ثم يبعثهم جل وعلا بعد ذلك. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا لجرمهم وإعلانهم الفجور والزنا وأكل الأموال بالباطل كان ذلك في الكتاب مسطوراً.
الكتاب المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير الأشياء، كما جاء في الحديث الصحيح أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وسيكون كما كان الله جل وعلا كتبه، لا يتقدم منه شيء ولا يتأخر منه شيء، بل يحصل كله بإذن الله تبارك وتعالى، وكما كتب في وقته السابق يأتي في وقته اللاحق كما أمر الله جل وعلا. وفي هذا تخويف للظلمة والظالمين، تخويف لهم بأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم وسيجازيهم بها، مطلع على أعمالهم وسيجازيهم بها، الجزاء من جنس العمل، سيجازيهم جل وعلا على حسب فعلهم وصنيعهم السيء، ما يموتون هكذا فقط بدون عذاب، بل يهلكهم الله هلاكا عاما أو يعذبهم عذابا متتابعا متتاليا. وإن من قرية، يعني ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، والمراد بالقرية على القول الراجح الصحيح أنها المراد بالقرية الظالمة. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أراد الله جل وعلا تعذيب أهل قرية فإنه يعذبهم ويؤلمهم بما شاء من أنواع العذاب، إما أن يسلط عليهم الجوع والمرض، أو يسلط عليهم العدو، أو يتسلط عليهم ولاة الظلم فيسومونهم سوء العذاب، ولن يسلم من هذا أحد ظالم لنفسه. هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ، أنه من كأنه ما من قرية إلا سيهلكها، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، الآيات: حاسبناها وعذبناها عذابا نكرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل نوى أن يصلي الظهر، وعند تكبيرة الإحرام تهيأ له أنه سيصلي العصر، ثم كبر تكبيرة الإحرام، وبعدها تذكر أنه كان عامدا إلى صلاة الظهر، فأتم صلاته على أساس النية الأولى، أي نية الظهر، فهل عليه شيء؟ هذا عنده شيء من الوسوسة، وإلا فالمصلي إذا قام يصلي لا يخطر على باله أنه يصلي غير صلاة هذا الوقت،
كيف يصلي صلاة العصر وما بعد صلى الظهر إلى الآن؟ يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم ويكثر من التعوذ بالله حتى لا يتسلط عليه الشيطان، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم، فإذا أتاه من ناحية لم يدرك منه شيء تحاول من الناحية الأخرى، وهكذا فهو لعين وذكي وعفريت على ما يقولون، يتسلط على ابن آدم بأي وسيلة يراها مناسبة. فعلى ابن آدم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينظر إلى وساوسه ولا يلتفت لها. يقول السائل: بعض الطلبة يأتون متأخرين قبل الدرس بنصف ساعة والناس جالسون من صلاة الظهر ويقولون لهم قوموا من هذا المكان، هذا المكان لطلبة العلم، ويضعون السجادة أمام الجالسين لحجز أماكن لهم، هل يجوز هذا الفعل؟ لا، لا يجوز هذا الفعل، ولا نأذن لأي طالب أن يقيم شخصا من مكانه، وإنما يجلس حوله ما دام يجد مكان ولو بعيد، لأن السماع يسمع من الميكروفون والحمد لله، وليس بلازم أن يقرب من الكرسي، لا، ولا يؤذي أحد ولا يشغل أحد ولا يقول له قم من هذا المكان. ومن علمت عنه أنه يؤذي المستمعين والحاضرين سأبعده عن الدرس نهاية. يقول السائل: استفزني أحد المتصوفين وسأل سؤالا أيها أفضل الكعبة، أو أيهم أفضل الكعبة، محمد صلى الله عليه وسلم، فأجبته أفضل الكعبة، هل علي إثم وما الجواب؟ نعم يا أخي عليك إثم بهذا إلا أن تستغفر، ما يجوز لك أن تجيب بهذا الجواب. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، فهو أفضل من الكعبة وأفضل من غيرها، فلا يجوز لنا أن نفضل عليه أحد، والله جل وعلا فضله على عباده، ولا يجوز للإنسان أن يجيب بالجواب الذي لا يدري عنه يتخلص فقط، ما يجوز له ذلك، ولا ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، لأن الكعبة جماد صحيح لها كرامة ولا حق، والله جل وعلا جعلها قبلة للمسلمين، لكن لا يجوز أن نفضل بينها وبين عباد الله الصالحين. يقول السائل: هل الصلاة في حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام؟ نأمل من ربنا جل وعلا أن من صلى حدود الحرم، يعني داخل أميال الحرم، أنها كالصلاة من حيث المضاعفة، كالصلاة داخل المسجد الحرام من حيث المضاعفة، وأما من حيث الفضيلة فلا شك أنه كلما قرب من الكعبة وصلى في المسجد الحرام نفسه فذلك أولى وأفضل، لأن الكعبة لها فضل في القرب منها، والمسجد الحرام وكلما قرب من الكعبة فهو أولى من غيره وأفضل، فعلينا أن نحرص على القرب، لكن إذا لم يتيسر لنا فنصلي داخل الحرم أفضل من خارجه. والحرم اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة المضاعفة في المسجد الحرام، منهم من عمم ذلك وقال كل المسجد الحرام، كل الحرم الصلاة فيه مضاعفة هنا أو في أي جهة من جهات مكة أو في مزدلفة أو في منى دون عرفات، عرفات لا، خارج الحرم. ومنهم من قال المضاعفة ما كان داخل مكة في بنيان مكة، ومنهم من قال المضاعفة ما كان داخل المسجد الحرام،
ومنهم من قال المضاعفة ما كان داخل الكعبة في جوف الكعبة. والكل رحمة الله عليهم لهم مستند ودليل يستدلون به، لكن لعلها إذا قلنا أنها في سائر الحرم أن هذا أوسع وأعم، وهو الأقرب إلى فضل الله جل وعلا وجوده. يقول السائل: قادم من مصر وعمل عمرة وعملت عمرة عن نفسي، أريد أن أعمل عمرة لوالدي، فهل يحرم من التنعيم وهل تصح هذه العمرة؟ الأولى للإنسان إذا قدم بعمرة أن يثبت عليها ولا يخرج الإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج إلى بعيد، سافر إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف وعاد بعمرة أخرى فلا بأس. وأما كونه في مكة ويخرج للإحرام من التنعيم فلا ينبغي هذا إلا لمن أقام بمكة إقامة طويلة واشتاق إلى هذا النسك العظيم، فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه. شخص جاء محرما في ساعات متأخرة من الليل ونام في الفندق حتى الصباح ثم قام بالعمرة. لا بأس عليه إن شاء الله، لا بأس عليه، ما يلزم أن يبدأ بالعمرة على أول ما يقدم مكة، لكن إذا بدأ بالعمرة فذلك أولى. إذا بدأ بالعمرة أول قدومه إلى مكة فذلك أحسن وأولى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يقدم مكة يبدأ بالطواف بالبيت عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يحب النوم ونام، أو يريد أكلا فأكل وجلس، أو يغتسل أو نحو ذلك، أو أخره إلى الصباح أو أخره إلى الليل، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: امرأة أحرمت بالعمرة وأدت جميع المناسك، وعندما انتهت غادرت إلى الفندق فوجدت دما عليها، ظنتها استحاضة، فكانت عمرتها، فما حكم عمرتها؟ عمرتها صحيحة إن شاء الله، لأنها طافت وهي لا ترى دم ولا تتوقع أن فيها شيء من ذلك، والسعي لا يلزم له الطهارة. نفرض أن الدم الحيض أو الاستحاضة حصل معها بعد الطواف فعمرتها صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: إذا سب الرجل الدين هل تحرم عليه زوجته، يعني يفسخ عقدها، وإن تاب هل يعيد العقد عليها من جديد؟ لا يا أخي، ما ينفسخ العقد بمجرد سبه للدين، لأنه إذا سب الدين يحتمل الجهل، ويحتمل أنه ما أراد الدين الإسلامي وإنما أراد سائر الأديان التي نسخت، ويحتمل احتمالات كثيرة، فلا يفسخ زوجته بل تبقى في عصمته ويستتاب، فإن تاب فالحمد لله، وإلا قتل. ولا يقال فسخت زوجتك أو فسخ نكاحها، بل هو على نكاحه معها. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ التسبيح بالسبحة إن أراد بها العدد فلا بأس بذلك، وإن أراد بها العبادة، أن التسبيح بالمسبحة أعبد لله وأقرب إلى الله، فهذا لا يجوز، لأن السبحة ليس استعمالها من باب العبادة،
أما إذا استعملها من باب العدد فلا بأس بذلك، مع أنه كونه يسبح بأنامله أفضل له، الأفضل له أن يسبح بأنامله، لأنها مستنطقة يوم القيامة تنطق بما سبح عليها به الرجل، فيستحب أن يعقد بالأنامل. والله جل وعلا تفضل على عبده بوسائل العدد الكثيرة، وسائل عدد سمحة ميسرة، أكثر ما ورد التسبيح فيما أعلم 100 تسبيحة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ومن قال لا سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه أكثر ما علمت أنه ورد التسبيح. والمئة التسبيحة أو التهليلة أو التكبيرة سهل عدها بالأصابع والحمد لله. فعلينا أن نتأمل إذا عد 5 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، هذه 5، ثم يرسلها فتكون 10، ثم يقبض واحدة من أصابع اليدين الأخرى، ثم يسبح 10 ويقبض الثانية، ثم يسبح 10 ويقبض الثالثة والرابعة والخامسة، ثم يسبح 10 ويرسل السادسة، ثم يقبض 10 يسبح 10 ويرسل السابعة، وهكذا. فبالإمكان أن يجعل التسبيحة الفرادى باليد اليمين والعشرات باليد اليسار، ويكمل 100 تسبيحة بسهولة ويسر. هذا أولى من السبحة وأولى من الحصى وأولى من غيره. مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جمعت عندها حصى كثير تسبح به، فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك وأفضل؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه لا يقوم لها عد. التسبيح العدد يعني 33 وتمام 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا حسن، لكن التسبيح الذي لم يرد عده فيقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه لا يقوم لها عد. لو بدأ يعد الليل والنهار فني عمره ما سبح ولا عشر هذا العدد. يستحب للإنسان أن ينظر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويستفيد مما أعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله وفضله بجوامع الكلم، وجوامع الكلم الكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم. إذا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، من يحصي خلق الله جل وعلا؟ لا يحصيها إلا هو. وزينة عرشه ومداد كلماته، وهكذا. فيستحب للإنسان يكثر من الذكر بهذه الألفاظ العامة. أما من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة عدها بالمئة فهذه تكون سبب لمغفرة ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات صارت له كعتق 4 أنفس وغفر له ذنبه. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت بعدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب إذا قالها 100 مرة بعدل 10 رقاب،
وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت حجزه من الشيطان يومه ذلك ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله إلا من قال مثل قوله. فحري بنا أيها الإخوة أن نكثر من ذكر الله جل وعلا في كل حال. يقول السائل: ما حكم النوم في المسجد؟ يجوز هذا عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة فلم يجد عندها علي، قال: أين زوجك؟ أين ابن عمك؟ قالت: ذهب. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجده نائما فيه وقد امتلأ ثيابه وخده رمل، فقال: قم قم أبا تراب، أبا تراب قم. فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وسماه أبا تراب، وكان أحب لكنا إليه أن يقال له هذه الكنية أبو تراب، يعني اختلاطه بالتراب. فالدليل على جواز نوم الرجل في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على علي نومه في المسجد. ويقول السائل: أيهم أفضل، الطواف أم التراويح خاصة ليلة القدر؟ الصلاة أفضل من الطواف على سبيل العموم، الصلاة أفضل من الطواف على سبيل العموم، والتراويح سنة مؤكدة في رمضان ويفوت وقتها ينتهي وقتها، فلعلك إذا صليت التراويح وأخرت القيام وأخرت الطواف أنه لا بأس عليك، تحصل على الأمرين معا، بخلاف ما إذا تركت الصلاة، صلاة التراويح فاتت عليك. فيحسن بالمرء أن يجمع بين الحسنيين إذا أمكن، أن يصلي وقت الصلاة، فإذا انتهت الصلاة بدأ بالطواف. يقول السائل: هل الأوقات المنهي الصلاة فيها تشمل كذلك الحرم المكي؟ نعم، الصلاة في سائر الأماكن وقت النهي تشمل الحرم المكي وغيره، لكن ذوات الأسباب تصلى في الحرم وفي غيره. فمثلا النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، رجل جالس في المسجد الحرام أو غيره بعد العصر، فما يقوم يتسنن يصلي 2 أو 4 أو 6، نقول: لا يا أخي، الوقت وقت نهي، لا تصلي. رجل دخل المسجد بعد العصر جلس، نقول: لا يا أخي، لا تجلس، استحب ولك أن تصلي 2 تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. يقولون الأول، يقول: أنا قمت أصلي ومنعتموني، وهذا جلس ومنعتموه من الجلوس حتى يصلي. نعم، نقول: نعم، وهو كذلك لكل سبب. الأول أنت دخلت، أنت جالس في المسجد فقمت تتنفل، وقلنا لك: الوقت وقت نهي، لا يسوغ لك أن تصلي. أما هذا فقد دخل توه فلم يجلس، فلا يجلس حتى يصلي 2، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. فالداخل للمسجد سبب للصلاة، يستحب له أن يصلي 2. الجالس في المسجد لا يستحب له أن يقوم في وقت النهي ليصلي. وقد فعل أحد العلماء ذلك حينما جاء لصلاة جنازة، فجلس بدون أن يصلي 2 تحية المسجد، فقال له جاره: صلي 2 تحية المسجد يا أخي. فقام يصلي،
مرة أخرى كان جالس في المسجد فقام يتنفل، فقال له صاحبه: الآن بعد العصر يا أخي، ما يسوغ لك أن تتنفل؟ قال: يا سبحان الله، هذاك حينما جلس قال لي قم سل، وهذا حينما صليت قال لي لا تقوم صلي، وش أمركم هذا؟ والله لا أطلبن علما إن شاء الله ما أحد يقول لي افعل أو لا تفعل. فطلب العلم فأدرك فيه خيرا كثيرا رحمه الله. وكلهم على صواب، اللي قال له اجلس لا تصلي هذا لأنه جالس في المسجد الحرام أو في غيره فأراد أن يتنفل بعد العصر، فقال الوقت ليس وقت نوافل. والثاني دخل وجلس، قال له: لا يا أخي، صل ركعتين تحية المسجد. وهكذا. يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض وهو كلام الله وكتابه؟ هو كلام الله جل وعلا قطعا، وهو حق، وإكرامه واجب، لكن إذا وضعته على الأرض وأنت بجواره بجنبه فلا بأس بذلك إن شاء الله، بخلاف ما إذا وضعته على الأرض وقمت وتركته، هذا من باب الاستخفاف بكلام الله لا يجوز لك. فرق بين الأمرين: إذا وضعته وأنت جالس بجواره تحرسه وتفطل له، لا أحد يطأه في قدمه أو أحد يمد إليه رجله ونحو ذلك فلا بأس. وأما إذا وضعته وقمت فنقول: لا يا أخي، هذا الاستخفاف بكتاب الله لا يجوز. يقول السائل: أكثر الحجاج ناموا وأقدامهم نحو الكعبة، هل يجوز؟ نعم، لا بأس بذلك، يجوز إن شاء الله، لأنه ما ليس مد رجله نحو الكعبة استخفاف بها، وإنما هو جالس. إذا كان الجدار خلفه فهو يحب أن يتكئ على الجدار ومد قدميه، ما في بأس ولا في حرج إن شاء الله. يقول السائل: كثرة الطواف أكثر أم كثرة العمرة؟ الطواف أكثر أفضل، لأن فعلك الطواف مشروع لو أكثرت الطواف، بخلاف فعلك العمرة وقد فعلت عمرة أمس واليوم، واليوم باتل وتطلع كل شوية تأخذ عمرة، هذا ما يجوز لك أخي. يقول السائل: ما حكم قول بعد الفتوى الله ورسوله أعلم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويعلم عن هذا نقول الله ورسوله أعلم، أما بعد ممات الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نفوض العلم إليه عليه الصلاة والسلام، فنقول الله أعلم جل وعلا. يقول السائل: جئت من بلادي في رمضان وسأبقى متنقلا بين جدة ومكة منتظرا الحج، وقد أديت عمرة في رمضان ولن أعتمر من رمضان إلى الحج، فهل علي هدي وما نوع حجي؟ لا يا أخي، إذا لم تعتمر في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة فليس عليك هدي، لأن إحرامك الأول بعمرة في رمضان خارج أشهر الحج، فرمضان ليس من أشهر الحج، وبعد رمضان لم تعتمر فليس عليك هدي حينئذ. أما إذا اعتمرت بعد رمضان وحججت من نفس السنة فذلك هو التمتع ويجب عليك به هدي. أما إذا لم تتمتع بالعمرة إلى الحج وإنما اعتمرت في رمضان وبقيت في مكة أو في غيرها إلى الحج فلا بأس، ثم حججت حجا مفردا فلا بأس عليك.
يقول السائل: أنا رجل مريض وأتيت بعمرة لي وأنا أريد أن أقوم بعمرة لأبي وأمي بنية واحدة، لأني لا أقدر أن أقوم بعمرتين لأني مريض. لا يا أخي، ما يصح أن تجمع الوالدين في عمرة واحدة، وإنما لا تجمعهما، أدعو لهما باستمرار، أكثر من الدعاء لهما، ولا تعتمر عنهما إلا إن كانا لم يعتمرا فيحسن أن تعتمر عنهما، وإن كان أحدهما قد اعتمر والآخر لم يعتمر فتعتمر عمن لم يعتمر، وهكذا. ولا تكثر العمرة سواء كنت مريضا أو صحيحا. يقول السائل: هل يجوز إخراج التمر خارج الحرم قبل الإفطار؟ يقول السائل: هل يجوز إخراج التمر خارج الحرم قبل الإفطار؟ نعم يا أخي، إذا ما كان هذا التمر موضوعا للمسجد للمفطرين فيه، إذا كان موضوعا للجماعة معينة جالسين حوله فلا يسوغ لك أن تأخذه لتخرج به، أما إذا أعطيت إياه تأكله هنا أو خارج المسجد فأنت في حل إن شاء الله. يقول السائل: رجل سافر عن بلده ورزقه الله مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول قبل أن يزكي، وكاد أن يحول عليه حول الثاني، وهو لم يرجع إلى بلده ولم يمكن له الرحال، وليس في بلده. يجب على المسلم إذا رزقه الله مالا أن يزكيه، خاصة إذا كان هذا المال زكوي، دراهم، دنانير، أو شيء من النقود، أو هو تجارة، فيجب أن يزكيه سواء كان في بلده أو في غير بلده، وإنما يزكيه يعطيه إخوانه الفقراء المساكين في تلك البلد، ويعطيه للمجاهدين في سبيل الله، وهكذا. فالصدقة جعلها الله جل وعلا والزكاة لثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف المذكورون في الآية. يحرص على أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يلزم أن يوزعها بينهم، وإنما يعطيها من يراه أحوج لها من غيره، وهكذا. ولا يتقيد في بلده، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. يقول السائل: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات سورة الفاتحة أم لا؟ وإذا كانت من آياتها فلماذا لا نجهر بها في الصلاة؟ أولا، هي جزء من آية من سورة النمل، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جزء من آية من سورة النمل. ثم هل هي آية من سورة الفاتحة أو آية من كل سورة، أو أنها نزلت وحدها ويؤتى بها في مقدمة السورة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. وأما عدم الجهر بها فنحن نأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، فكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي كان أول ما يقرأ يعني برفع الصوت بسم الحمد لله رب العالمين، ما كان يبدأ قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يبدأها بالحمد لله. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع.
يقول السائل: ما حكم وضع النعل أمام الشخص المصلي وأمام الشخص وهو يصلي؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، ما في حرج، عشان يفطل له، لو حطه وراءه وتأخذ ويترك، أخذ اللصوص، اللصوص كثير وخاصة في الحرم يتسلطون على الحذاء وعلى كل شيء يتسلطون عليه. يقول السائل: إذا اعتمر أحد الأشخاص في أشهر الحج ولم يكن ناوي الحج وبعد ذلك بدا له أن يحج، فهل هذا يعتبر متمتعا وعليه هدي؟ نعم يا أخي، إذا اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة فإنه يعتبر متمتع إذا حج من نفس السنة، أما إذا سافر من مكة فيعتبر حسب ما يأتي إلى مكة، إن جاءها بعمرة اعتبر متمتع، وإن جاء مفردا بالحج اعتبر مفرد ولا بأس عليه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.